مجموعة مثالية جدا كما يقال. تقول اليوم كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. صدام الكبار في هذه المباراة. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. حصلوا على رمية جانبية. يلعب كرة طويلة. كرة للجناح مرت البينية بشكل جميل وصلت إليه. والدفاع موجود يحولها للركنية. ساسي. نجحوا في تخليص كل الكرات. وصلت إليه. ضغط قوي وينجح في استعادتها. واضح المحاولات من البداية هنا. مرحلة جس النبض من الفريقين. كل فريق بدأ بشكل حذر يدخل في المباراة تدريجيا. لا يصوب كرة. حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. الآن فرصة لهجوم معاكس. تحول سريع في الملعب. اللاعب يتغير. الآن كرة للجهة المقابلة. خطيرة على المرمى. ما زالت النتيجة سلبية في المباراة حتى الآن. ساسي. بينية رائعة. يسيطر على الكرة. وحيد أميري تعامل مع الكرة بخبرة كبيرة. لمسة بينية. كرة عرضية. يا سلام على هذا الاعتراض. إبراهيمي. تدخل جميل واعتراض أجمل. يستقبل كرة في وضعية ممتازة. بإمكانه إبعاد الكرة. يلعبها للجهة الأخرى من الملعب. هل ينجح في المرور؟ ترفع. الله على قفزة. لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. راحت الكرة. هل يضعها في المرمى؟ لعبة في منتهى الروعة. وضعت في المرمى بشكل جميل. يفهم كرة القدم جيدا. توقع الكرة واستحق أن يسجل هذا الهدف. هذه قدرات خاصة. هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل. التمركز، التموقع، سرعة ردة الفعل، انتباه لكل كرة في الملعب، استغلال الفرص. هذا أمر كبير جدا. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. لكل من انضم إلينا الآن هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن. النتيجة 1-0.
لا أعتقد أنه سعيد بما حدث هنا. مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. محاولة من جهة اليسار. يلعبها في المساحة. ساسي. في المكان الصحيح. توقع ممتاز هنا. خوسيلو. محمدي. كرة طولية في المساحة الخالية. بيرسبوليس متقدم بهدف ويحرم منافسه من الوصول للمرمى. قراءة ممتازة للكرة، عنده خاصية قراءة اللاعب والتحرك لقطع الكرات. يقظة في الدفاع. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. تمركز أهم صفة للمدافع. رائع تصويبة على المرمى. كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. ساسي. There will be 1 minute added time. تغيير لاعب على الأجناب. يلعبها لمنطقة الخطر. عرضي. والرأسية في هذه اللقطات. بكل مهارة حطها في المرمى. حطها والأروع. لعبة حريف يا ولد. الأمور تبدو سهلة في الملعب لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين. ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. صراحة أداء كبير جدا في مباراة. لو استمر الأمور على ما هي عليه سيتمكن الفريق من تسجيل مزيد من الأهداف. بيرسبوليس يتحكم في المباراة بتقدم 2-0 في الشوط الأول. عودة إلى شوط من المتعة المنتظرة. لا تغييرات في تشكيلة الفريقين. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. تمريرة جميلة. عند مساحة خالية على الطرف. يا لها من مراوغة. والآن كرة جول. الكرة داخل منطقة الجزاء. محاولة الاختراق بتمريرة طولية لكنها لا تنجح. تخرج إلى رمية التماس. اللعبة بعيدة وفي الأخير إلى رمية جانبية. إيش هذا؟ إيش هذا؟ تجاوز بمهارة غير عادية. خوسيلو. اعتراف في وقت مثالي. أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. محمدي. نشوف الآن تحول هجومي سريع. عدى وتوغل هنا. مساحة الآن خطيرة. يا إلهي الكرة تعانق الشباك وتشعل الأجواء وتبدأ الاحتفالات في المدرجات. المدرب يعرف أنه مع الضغط يكون هنالك أخطاء، مع الأخطاء يكون هناك مساحات، مع المساحات هناك فرص، مع الفرص هناك أهداف.
تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. أوقف الهجوم مبكرا قبل أن يشكل أي خطورة. يلعبها طويلة معه الكرة ولديه المساحة ليشكل فرصة كبيرة الآن. تمريرة جميلة الآن. يسعون لاستغلال المساحة الخالية. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. المباراة كان في البداية باين تسير بشكل مريح بالنسبة له وكان يتحكم في الرتم، لكن الآن مع تقليص الفارق عليه أن يكون أكثر حذر للدقائق القادمة لأنه أي خطأ قد يكلف التعادل وقد تتغير المباراة رأسا على عقب. وحيد أميري كرة من جهة اليمين. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. يتفوق في المواجهة البدنية يحصل على الكرة. تمريرة قوية أكثر من اللازم. يعيدها إلى الحارس. كرة إلى الأمام. لعبة رائعة الآن. تمريرة بدون تركيز. صافرة من حكم المباراة. هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. تدخل في توقيت حاسم. ساسي يستلمها على الطرف. حصلوا على رمية جانبية. ممتاز في التمرير. عليهم الاستمرار في المحاولة والهجوم. محاولة لخلق فرص هجومية. الآن تقدم جيد. فرصة لتحول هجومي سريع. لدي حلول كثيرة الآن. ركنية إذن قد نشاهد فرصة خطيرة. ركنية رقم 2 بالنسبة لهم. ضربة رأسية. يا إلهي كرة كانت قريبة جدا. يحاول أن يلعب كرة بينية. رمية جانبية. بهدوء وكثير من العزم يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. انطلاقة مدافع إلى الأمام في مكان رائع. يلعبها إلى داخل ال 18. الآن فرصتهم للمرتدة. توغلوا فات الآن. يلعب كرة للجانب الأيمن. رد فعل سريع هنا يقطع الكرة. يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمرير البينية حتى لا يقطعها الدفاع. خوسيلو. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. ضاعت الكرة قبل أن تسبب أي تهديد حقيقي. وحيد أميري. بيرسبوليس عليهم استغلال هذه الفرصة لإنهاء أي أمل في العودة في الدقائق المتبقية من المباراة. There will be 1 minute added time. يلعبها على طرف الملعب. الكرة تصل إليه. يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. عدت الكرة. انتهت المباراة. مباراة كبيرة مثيرة جدا. حسمها في الأخير الفريق الأفضل. تمكن من تحقيق الانتصار الرائع.